يا سيدي هذه عين دراهم وقلت سياحية ويعرفوها في ألمانيا ويعرفوها في سويسرا ويعرفوها في كذا وقادرين نطلعوا منها ما نطلعوا مشهد الثلج والغابة والدنيا وصيد الخنازير وكذا. يعني ما مشيتش مازال سبيطارات الباهية وجامعات الباهية موجودين وعلاش ما مشيتش في أماكن مختارة ليس دولة بربي ما نحبش نقص على كلامك نكمل ولا تكمل يا ودي واصل كلم كلم يا سيدي مادام الدولة هي سياسة دولة أنا خلينا نسميه الأسماء بمسميات حبينا ولا كرهنا الشمال الغربي واحد من أحد الأقاليم اللي في تونس الاقتصادية عندنا الفلاحة الغادي القمح والشعير نتاعنا يجيونا من الشمال الغربي والسياحة زادة والسياحة زادة ولكن الدولة حبينا ولا كرهنا خلينا نسميه فكل رئيس يجي يفضل المنطقة نتاعو على بعض المناطق بورقيبة بعد الاستقلال شنو هما من الساحل مانيش قاعده نعمل في الجهويات ولكن نسمي الاسماء بمسمياتها وما يصيرش نتحمل مسؤوليتي وخليني نتسب فضل الساحل هو وبن علي على المناطق هذوما على الشمال الغربي وعلى الجنوب وشمال الغربي اكثر يعني الناس هذوما الشتاء اللي نحن نحبوه وانا في بالك اللي انا كنت في 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 عند راهم وكي جيت قلت لك راه قلبي وجعني على خاطر كي دخلت حسيت روحي كيني في سويسرا ولكن كي دخلت شفت الاكواخ والعبيد كيفاش وعبيد طالع حاشك على بهيم وباش يمشي للملح طب ولا لاقيين اعانات ولا لاقيين تجهيزات باش يدفيو فك البرد وصغار شلايك لابسين ميم با لابسين سبادريات ونحن ماشيين الغادي باش نستمتعوا كذا قلبك ما ينجم كان يوجعك وما تعاود نجم كان تحضر الناس اللي تمشي تنتخب كدوريم وقيس واسمه نبيل القروي وغيره على خاطر نذوك ما حبيت ولا كرهت حتى ولو كان الاغراض سياسيه وانا اللوم عليهم وليل ونهار ننقد فيهم ولكن يوصلوا لهم الغادي والدوله ما توصلش. غفران نتفاعل معك بربي انت تمن انه اليوم دوله الساحل مش دوله الداخل يعني؟ اي خلينا توا كل الكليشي وهاك وتثيروا في النعرات الجهويه ولا غيره ولكن نحب نسالك في السياق هذايا حتى في الساحل فما الفقر هذا ولكن مش بالطريقه هذه مش ما تلقاش الفقر بالطريقه هذه مش علاش نبعد شو تلقاش بالمستوى هذا تلقاش بالمستوى هذا خاطر خذ لي احنا لهنا احنا لهنا ضد التبوات الكل طرحنا طرحنا النص الديني طرحنا الواحد مانيش باش نجيب نخاف من قصه الساحل وش الساحل اكبر نسبه في الولايات الكل نمشي ولايات مستير اكبر نسبه اكواخ في ولايات مستير وقاعده بالولايات الكل الزعيم بورقيبه ما طيحش لك ما نجمش ما نجمش تمشي للمستير والضافه والعفيفه والسبيطارات حتى عند والجامعات هذيك المدينه لا لا خليها تزوج مع بعضها اخرج شوي للريف هو راه حتى جندوبه ابار فما كليه الكليه نتاع شو هذيك اللي موجوده في راه ما فماش راه هذه هاي مدينه انت تحكي على الارياف نتاع اماكن نحكيو على المدن لا مش المدن نحكيوش على المدن عين دراهم ماهيش مدينه ما هي قريه واللي كنا فيها البقعه اللي كنا فيها اطراف عين دراهم مش المدينه عين دراهم خاطر المدينه مكيسه وفيها اوبرج دو جون وفيها ستوره سامحني ما فماش هذا الضيم ما بين الداخل والساحل ومش جديد ومش جديد وما نحملوش انا حسي حبيب بورقيبه راهو المسلمين من اللي جاو ركزوا على الساحل ركزوا على المدن والساحل ونساو الداخل ونساو الداخل سي عبد الستار اليوم نحكيو نحن على البنيه التحتيه اللي موجوده في عند راهم يعني كي يتسكر الكياس بالثلج يتسكر هو ناس ولات العاد قادر انها باش تخرج تشري باش تاكل لانه واحد يمرض قادر انه باش يمشي يمشي للمستوصف مدينة الكيف كيف يعني هذاك مدينة وعاصمة الناس قاعدة اسمع حتى مدينة الكيف نفس الشيء نمشي معاك للاخر خطيه بورقيب ويسخف وما عمل حد شيء وابن علي ما عمل حد شيء اليوم اللي يحكموا فينا اليوم شو قاعدين يعملوا للناس هذا محكومين باللي يحتاج هذا يعطيك الصحة 1400 سنة 1400 سنة اي 1400 سنة ما نجموش نتخلصوا منه هالموروث هذايا عاد احنا الموروث ما نجموش اليوم نتخلصوا من هالموروث هذايا اليوم ما نجموش نشجعوا على اسمعني كان الاستثمار والتنمية كانوا حكر على بلايص وبلايص اخرين ربي خلص ما فما انا اللي الخاطر انا علاش ما نقولش انا 1400 سنة وغيره خاطر وقت اللي جانا الاستعمار جاء على التوانسة الكل ما جاش على الشمال الغربي ولا خلى اما استثمر في الشمال الغربي الاستعمار لا شو السكك الحديديه اللي فين محوج موجودين البراجات فين موجودين خلينا ماليش تحكي على تاريخي الحكايه غفرانك هو بلغت فكرتك